أيها المقبال الإباضي وفقك الله لهداه، هل تنقل عن الثقافي والحيدري أو لا تنقل؟ سألتك سؤالا صريحا، تنقل عن الثقاف أو لا تنقل؟ لأن نفس القصاصات التي يبعثها أصحابك وطلابك كلها من قصاصات ونقولات الحيدري والثقاف، فلا تظهر نفسك أنك قد سبرت هذه الكتب وأنك بحثت فيها، وفي الحقيقة أنك تنقل عن الثقافي والحيدري، ثم تزعم أننا لا نقرأ وأنك أنت الذي تقرأ وأنت متطفل على غيرك.